هاتفيا ينضم الينا الان دكتور حامد فارس استاذ العلاقات الدوليه. دكتور حامد مرحبا بك يا فندم معنا طبعا الى هذه التغطيه. ما زلنا نتحدث الحقيقه عن الجهد المصري والدور المصري المبذول منذ بدء هذا العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزه في 7 أكتوبر الماضي. الحقيقه ان هناك العديد من التحركات الدبلوماسيه يعني من قبل الدوله المصريه سواء على المستوى السياسي او حتى على المستوى الانساني بدخول المساعدات وتخصيص مطار العريش استقبال كل مساعدات دول العالم وادخالها طبعا عن طريق معبر رفح. اما على المستوى السياسي هناك العديد من اللقاءات التي عقدها السيد الرئيس بعدد كبير جدا الحقيقه من قاده ورؤساء دول العالم انعقاد قمه القاهره للسلام في بدايه هذه الازمه في العاصمه الاداريه. خلينا نتحدث دكتور حامد عن اهميه هذا اللقاء، لقاء السيد الرئيس اليوم لوزير الخارجيه الفرنسي، تفضل. اهلا بك يا استاذه دانا واهلا بالساده مشاهدي اكسترا نيوز. طبعا هو لقاء هام جدا ياتي في اطار دور مصر تسديد دعائم القضيه الفلسطينيه بشكل يتوافق مع السرديه المصريه والسعي وبكل قوه الى ايجاد حل شامل ودائم والخروج من الدائره المفرغه التي لا تنتهي. يعني القاهره تعلم ان القضيه الفلسطينيه مرت بمراحل كثيره ومركبه ومعقده ولم ينتج عن كل هذه المراحل من الصراعات الدائمة أي حلول ناجعة، وبالتالي هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المصرية الحثيثة والدؤوبة لإيجاد دعم دولي حقيقي وظهير حقيقي لدعم القضية الفلسطينية. خاصة القاهرة منذ اللحظة الأولى وتحركت في كافة الاتجاهات للعمل على تقوية القضية الفلسطينية وزيادة قوتها يوم بعد يوم، وده اللي ظهر من تغير حقيقي في المواقف الدولية، ونجحت القاهرة في فرض إرادتها على الكثير والكثير من التوجهات الخاطئة التي كانت تدعم نسف مبدأ القضية الفلسطينية من جذورها، ولكن القاهرة نجحت في أن يكون هناك رؤى جديدة، يعني واقع جديد تسعى إليه القاهرة من خلال تنفيذ مبدأ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية عادلة على حدود 67، من خلال العمل وبكل قوة على منح فلسطين العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أيضا من خلال العمل على إقامة مؤتمر دولي للسلام، يكون هذا المؤتمر هو الوسيلة الحقيقية لإفراغ المنطقة من النزاعات والصراعات الممتدة على مدار أكثر من 75 عام. وبالتالي زيارة وزير الخارجية الفرنسي اليوم هي استكمالا لزيارة الرئيس ماكرون التي كانت في القاهرة أيضا، والتقى بالرئيس السيسي وتوافقا سويا على ضرورة كسر الحصار عن قطاع غزة، ضرورة إنفاذ كافة أوجه المساعدات الإغاثية والإنسانية، ضرورة تنفيذ مبدأ حل الدولتين. وهذه السردية والرؤية المصرية تبنتها الدولة الفرنسية، وذلك ظهر من خلال كلمة الرئيس الفرنسي أمام الاتحاد الأوروبي والذي أكد على ثوابت القضية الفلسطينية وفقا لوجهة النظر المصرية الفرنسية. ويمكن استكمالا لكلامك يا دكتور حامد، الدولة المصرية كانت دائما وما زالت الحقيقة الدعم الأول والأكبر للقضية الفلسطينية، وهدفها في المقام الأول هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية. كل هذه الجهود الحقيقة يمكن تبذلها الدولة المصرية منذ بداية هذه الأزمة سواء كان على المستوى الإنساني كما ذكرنا أو حتى على المستوى السياسي، ما زالت الدولة المصرية تقوم بالعديد من الجهود في سبيل التخفيف من وطأة هذه الحرب وحتى وقف إطلاق النار على قطاع غزة. إلى أي مدى كل هذه الجهود من الممكن أن تمثل عامل ضغط بالفعل سواء كان على المجتمع الدولي أو حتى على الولايات المتحدة والجانب الإسرائيلي لوقف هذا العدوان على قطاع غزة؟ بالنسبة للمجتمع الدولي يا سوزانا، احنا بنشهد تغير حقيقي في نظرة المجتمع الدولي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل كبير. لأول مرة نرى تصريحات تخرج من الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن تؤكد على أنه من الممكن أن يتم الاعتراف بدولة فلسطينية ومنحها العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. أيضا بريطانيا أكدت على ذات المعنى ونفس التوجه، أيضا فرنسا بتسير في نفس الاتجاه. القوى الأوروبية والأمريكية أصبحت مدركة لخطورة ما يحاك للمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام من اتساع رقعة الصراع. هناك خطورة داهمة على استمرار الدعم اللامحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل على كافة المستويات والأصعدة سواء سياسيا أو قانونيا أو عسكريا، لأن هذا لن يؤتي إلا بتمدد رقعة الصراع، وهذا ما حذرت منه الدولة المصرية مرارا وتكرارا. وبالتالي القيادة السياسية المصرية ومن خلال ثبات الموقف المصري جعل
يعني هناك ظاهر حقيقي لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط، باعتبار أن مصر هي رمانة الميزان وهي التي يعول عليها المجتمع الدولي لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط. حتى في أحلق الظروف والمواقف نجد أن الدولة المصرية وقفت ثابتة بشموخ الجبال وتؤكد على أنه لا يمكن حل الصراع في منطقة الشرق الأوسط إلا بالطرق السلمية والطرق الدبلوماسية بما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن. يعني القمة القاهرة كانت يعني هي الأساس لكل التحركات الإقليمية والعربية والدولية والإسلامية، واللي كانت أساس لإنعقاد القمة العربية الإسلامية بمشاركة أكثر من 57 دولة، واللي نتج عنها تشكيل لجنة وزارية عربية جابت كل دول العالم ونجحت وبشكل كبير في إيجاد دعم عربي ودولي وإسلامي كبير، نتج عنه قرارات متزامنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بموافقة أكثر من 122 دولة في القرار الأول أو في التصويت الأول، وأصلاً وأيضاً 153 دولة في التصويت الآخر، بالإضافة إلى القرارات التي خاصت مجلس الأمن الأخيرة سواء 27/12 أو 27/20. ولكن على الرغم من ذلك إلا أنه أن يتم دعم الجهود المصرية بشكل واضح سواء من الدول العربية أو الإسلامية أو أيضا الغربية، لأن الدولة المصرية تسير في هذا الاتجاه ومع الدول العربية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. أنا بشكرك طبعا، شكرا جزيلا دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.